نظمت مؤسسة الرؤية العالمية بالشراكة مع بلدية الشياح ماراثون رياضي بمنطقة الشياح. شارك فيه مجموعة من الشباب والصبايا والأطفال بمختلف الأعمار. انقسموا مجموعات حسب العمر والجنس. كانوا موزعين لمجموعات، منها فئة الركض لمسافات مختلفة حسب الأعمار، ومنها فئة الدراجات الهوائية، وما ننسى طبعا شد الحبل. لا للعنف ونعم للسلام هو القضية يلي حملوها الشباب والصبايا والأطفال بمنطقة الشياح. جينا كلنا نقول نحنا لا، ما بدنا عاد حرب، ما بدنا عنف، بدنا حماية، بدنا سلام، بدنا نعيش كلنا عايش مشترك بهيدي المنطقة. وكان الهدف الرياضي هو الأساسي بهيدا النهار. أكيد هدف رياضي ترفيهي وإثبات وجود الشباب بالمنطقة، أنه هني كمان موجودين بالمنطقة بالنشاطات اللي شفتون اليوم. أطفالنا وشبابنا وصبايانا ركضوا ضد العنف وشاركوا حتى يقولوا نعم للسلام ونعم لمنطقة آمنة قادرين يعيشوا فيها. كلنا ركضنا بقوة وشاركنا كلنا ضمن هدف واحد، هو هدف لا للعنف، وكان في كتير روح رياضية وروح تنافس. أنا اليوم عم شارك بماراثون الشياح كرمال سبب واحد لمناهجة العنف ضد الأطفال.